السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا أهلا، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة أنا هعمل معاكم صينية كنافة بالكريمة، حاجة كده ولا في الخيال بجد، طعم ولا أروع من كده بجد. كل اللي هيجربها والله العظيم هيدعي لي جدا، من كتر ما هي طعمها هتطلع معاه مظبوطة. اللي مش بيعرف يعمل كنافة، اللي مش بتتظبط معاه، اعمليها بالطريقة دي وادعي لي. أنا عاوزاكي تكتبي لي في الكومنتات دعوة حلوة منك بعد ما تجربيها، فده حاجه اساسي كده. انا جبت الكنافه زي ما انتم شايفين كده، عماله ادعك فيها وعماله افكها علشان هي كانت عندي في الفريزر. اولا الكنافه دي نص كيلو، يعني نص كيلو انا هعمله دلوقتي في صينيه البسبوسه الكبيره. هنفضل نفك فيها كده ونفركها حلو من بعض. انا ما كنتش مقصقصاها علشان هي كانت في الفريزر زي ما قلت لكم، فهتطلع مني مظبوطه ومش هيبقى فيها اي حاجه. خلاص كده دلوقتي هعمل الحشو اللي هتكون في النص. هي زي المهلبيه كده بس هي بتكون كريمي، كلها كريمه وحاجات كريمي كده جميله. فدلوقتي انا جبت كوبايتين من اللبن، حط عليهم نشا، هوريكم بس هحط عليهم النشا كده 3 4 معالق، حطوا 4 معالق احتياطيا يعني عشان تبقى مظبوطه معاكي. ده نشا سايب، انا بحب النشا السايب عشان بيطلع معايا مظبوط. حطيت واحده كريم شانتيه دريم، كيس كريم شانتيه دريم، حطيت عليها واحده فانيليا، واخر حاجه احطها لبن باودر. انا حطيت نيدو كيس كله برضو، حوالي 3 معالق او معلقتين ونص لو انت هتحطي سايب يعني. بفضل اقلب فيها كده علشان تطلع معايا مظبوطه وتطلع معايا كريمي زي ما قلت لكم. فهنفضل نقلب فيها كده طبعا عشان ما دوبتهمش على طول ورا بعض، النشا بتنزل تحت فبتكلكع شويه، لكن انا اول ما اقلبها هتبقى كريمي خالص معايا، وهوريكم برضو وانا بصبها هتلاقوها كريمي خالص. اهم حاجه ان انت تفضلي بايدك تدوبي فيها علشان تطلع معاكي مش مكلكعه. انا حطيت دلوقتي كمان عليها 4 معالق من السكر، نقلب السكر ده بقى انا بحبه مظبوط، لكن لو انت عايزه السكر تكون مسكره قوي زودي السكر بتاعك براحتك. بس المكونات دي حلوة جدا، هي لبن ونشا ولبن نيدو وكمان كريم شانتيه وفانيليا والسكر طبعا بتاعك. ندوب كل دول مع بعض وبعدين هرفعه على النار لحد ما يكون كريمي زي ما قلت لكم. شايفين هي عمالة تتقل، لازم اكون حاطة ايدي كده فيها لحد ما تتقل. خلاص كده زي ما قلت لكم هي كده بدات خلاص تتقل معايا، هسيبها بقى على جنب ونرجع تاني للكنافه. اهو الكنافه بتاعتي اهي، احط عليها سكر والزبده بتاعتي، انا استخدمت زبده فرن. نقلبهم كده مع بعض حلو جدا ونفضل ندعك فيها لحد ما نلاقي كل حبايه من الكنافه اتغلفت من الزبده. انا استخدمت زي ما قلت لكم زبده فرن. هقلبه كده كويس وافضل ادعك فيها بايدي كده لحد ما كله يتقلب مع بعضه والمكونات كلها ايه تشربها، يعني الكنافه لازم تكون شربت الزبده ديت او السمنه البلدي لو انت عندك سمنه بلدي، بس انا يعني انا بستخدم دايما فرن فخلاص خدت على طعمها كمان، فمش بحب السمنه البلدي او مش باكلها كتير يعني، لكن طبعا هي طعمها تحفه. جبت بقى صينيه تمام كده وهحط فيها الكنافه، نص الكنافه. انا مش بدهن الصينيه علشان انا زي ما قلت لكم حاطه زبده حلو جدا، فمش هدهنها، مش هدهن الصينيه بتاعتي، هشتغل كده على طول. نبدا بقى نفردها ونعمل في الحروف كده، يعني نعليها شويه من عند الحروف علشان لما نيجي نحط الحشو بتاعتنا ما تجيش عند الحروف. الحشو لازم تتحط في النص بس علشان لو اتحط عند الحروف هتتحرق وهتطلع مش حلو خالص. تمام كده، خدت كمان حبه كمان علشان خاطر الكنافه، حسيت ان هي قليله. النص كيلو دوت كان حبه صغيرين يعني، انا كنت حاسه ان هو قليل مش كتير. فهبدا كده ايه انا اضغط حلو، اضغط حلو جدا. اهم حاجه ان انت تضغطي الكنافه بتاعتك حلو، وبعدين نحط بقى الحشوه اللي احنا عملناها. تمام كده، احط بقى الحشوة بتاعتي.
زي ما قلت لكم اهم حاجه ما تجيش على الحروف علشان ما تتحرقش منك وهي في الفرن. نفردها كويس كده وما نحطهاش على الحروف، وبعدين هنرجع نغطي بالكنافة الباقية. ممكن في الحشوة ديت كمان تحطي زبيب وجوز الهند او تحطي مكسرات براحتك. وبعد كده بقى احط الحروف كده كنافة، وبعدين هكملها لحد ما اغطيها كلها من فوق واسويها كلها قد بعض. ظبطيها بقى وخليها كلها زي ما قلت لكم قد بعض ومتساويه كويس جدا، ما تخليش حته عاليه وحته لا، احنا عاوزينها كلها متساويه علشان لما تدخل الفرن تطلع لك كلها لون واحد. بصوا بس كده خلاص، هدخلها بقى الفرن على درجة حرارة 180. حطها من فوق، انا مش حطيتها ما حطيتهاش غير على الشبكة، يعني انا مش حطها من تحت، لا انا حطها على الشبكة وهولع عليها الفرن. هوريها لكم لما تطلع من الفرن بإذن الله. شايفين الجمال؟ شايفين الحلاوة عاملة ازاي؟ بجد تخطف القلب، كنافة قمر كده. بألف هنا عليكم، انا هقطعها دلوقتي وهوريكم. اهو بص انا قطعتها كده تقطيعه صغيره، بس دلوقتي اللي المفروض ان انا احط عليها العقد اللي انا عملته او العسل بتاع الكنافه. انا كنت حاطه كوبايه من السكر عشان انا عملته معاكم كتير قوي، فحطيت كوبايه من السكر ونص كوبايه من الميه وعصره ليمونه، وسبته على النار حوالي 10 دقائق غلوتين بالظبط، ورحت طافي عليه والكنافه في الفرن. ودلوقتي خلاص انا اهو زيته بيها وهقطعها وهوريكم حته كده. هي طبعا المفروض ان هي تشرب العسل ده كويس جدا، بس انا ملحقتش اسيبها تشربه كويس، فانتوا سيبوها تشربه كويس وبعدين اغرفوها عادي. بصوا هي عامله ازاي، اصلا سايحه كده مع نفسها، وبجد حلوه قوي، لازم تجربوها ولازم تقولي لي رايكم في الكومنتات، حتى لو على فيديو تاني مش الفيديو ده. ما تنسيش تحطي لي لايك، وكمان تعملوا لي اشتراك لاسرار مطبخ مع خلود لو انت اول مره تشوفيني. كمان ما تنسيش تحطي لي كومنت حلو من ايدك، وبالف هنا عليكم. دلوقتي هقول لكم باي باي.